حارتنا بنيم آيلم، باردون، بنيم محلم، يعني محلتنا وليس حارتنا، لكن نحن بالعربية نقول حارتنا أكثر ما نقول محلتنا. بيكي، هذا الدرس قبل أن نبدأ عندنا كلمات تمهيدية للدرس هنا، وعندنا أيضا تمرين تقريبي للدرس حتى نعرف الجهات باللغة التركية، وهذا التمرين جدا جدا مهم لأننا من خلاله نتعرف كيف نسأل عن عنوان وكيف ندل شخص معين عن عنوان، اذهب إلى الأمام، إلى اليمين، إلى الخلف، خلف كذا، مقابل، وهذه الكلمات كلها موجودة هنا. بعد هذا نبدأ بقراءة النص ونجيب عن أسئلته، كله متكامل متعلق ببعضه. فهيا بنا نبدأ. ناردة، عنوان القسم الثاني من الوحدة السادسة. أين ناردة؟ ناردة سن، أنت أين؟ أو أين أنت؟ بيكي، كارش داكي، كارش، كارش مقابل، دا في، نعم دا في، كي الذي، الذي في المقابل، كارش داكي إف، البيت الذي في المقابل، كارش داكي ماسا، الطاولة التي في المقابل، كارش داكي آدم، الرجل الذي في المقابل، وهكذا. الكلمة التالية، ماسا داكي، ماسا طاولة، دا في، كي الذي، الذي على الطاولة، مصدكي كتاب، الكتاب الذي على الكتاب، الكتاب الذي على الطاولة، مصدكي يمك، توسوز مثلا، الطعام الذي على الطاولة ليس له ملح أو ماذا نقول، دلع أو هكذا. بيكي، أنونكي، أو هو، أنون له، أنونكي الذي له، مثلا أنونكي الذي له، قلمه، دفتره، سيارته، زوجته، زوجها، كل شيء أنونكي، نعم، سننكي الذي لك، وهكذا، بنمكي الذي لي. طبعا تقال في سياق الحديث وأكون أتكلم عن شيء معين فيفهم الذي أمامي أنني أتكلم عن مثلا عن قلمي، عن سيارتي، عن هكذا. بيكي، الكلمة التالية، يرن كي، يرن غدا، كي الذي، يعني الذي سيحدث غدا، يارنكي درس، درس الغد، يارنكي توبلانت، اجتماع الغد، وهكذا. أيضا نفس الشيء، دون كو، هذه دائما تأتي كي، إلا هنا جاءت كو، كانت في السابق تخضع للتناسق الصوتي وهكذا، الآن دائما كي، فقط موجودة في محلين، كو هنا وتشنكو، أيضا أصلها تشنكي. بيكي، دون كو الذي كان البارحة، دونك درس، دونك يمك، طعام البارحة، وهكذا. الآن نأتي إلى الجمل. أف درسنز، أف درسنز، أف درسنز، ماركت ناردة، ماركت ناردة، ماركت ناردة، كتابة ناردة بالعامية يقولون ناردة. بيكي، المهم، ماركت ناردة أو ناردة، أين الماركت؟ كارشداكي سوكاكتا، كارشداكي سوكاكتا، في الشارع المقابل، سوكاكتا في الشارع، سوكاك شارع، تا في، كي الذي، دا في المقابل، الذي في المقابل، في الشارع الذي في المقابل، يعني في الشارع المقابل، كارشدكي سوكاكتا. سونركي جملة، هانجي درسا جليورسون، جليورسون أنت تأتي، جليورسون هانجي درسا، إلى أي درس، هانجي أي درس، درس هانجي درسا، إلى أي درس، جليورسون أنت تأتي، يارنكي درسا جليوروم، بيكي عفوا جديوروم، أنا ذاهب، يرنكي درسة، إلى درس الغد، يرنكي، يرن غدا، كي الذي غدا، يرنكي درس، درس الغد، إذن أنا ذاهب إلى درس الغد، يرنكي درسة، جديورم، وهكذا نكون قد أنهينا هذا المربع المهم جدا. الآن في الحاضر لك تشلش مص يقول لنا انظروا إلى الخارطة، هارطي بكلم، هارطيا بكلم، إلى الخارطة لننظر، هارطة، خريطة، يعني هارطة كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية. ثم يقول لنا كارشدكي كلمة لري ويقون بوشتوك لري، عفوا أشادكي كلمة لري ويقون بوشتوك لرا يلاشترلم، نضع الكلمات في الفراغات المناسبة، هذه الكلمات سنضعها في الفراغات. إذن هذه الخريطة عليها أرقام، مثلا الرقم واحد هنا ماذا يوجد؟ هنا نيفار بارك. الرقم اثنين يعني هنا ماذا يوجد؟ بارك يعني حديقة. الرقم اثنين بوفيه، بوفيه يعني مكان بيع الطعام وهكذا، أليس كذلك؟ بوفيه، مقهى، ليس مقهى، بوفيه، هكذا. بيكي، الصورة الثلاثة أو الرقم ثلاثة أين يوجد؟
رقم ثلاثة أكل، ثلاثة مدرسة، أين هي؟ المدرسة. ثلاثة، can you see؟ هل تستطيعون أن تروا رقم ثلاثة؟ ها، هذه هي المدرسة، أكل، هذه هي. بيكي، الرقم أربعة بنكا، البنك، يعني رقم أربعة هنا البنك، هنا، يعني في هذه النقطة. بيكي، الرقم خمسة أوتيل، خمسة هنا الأوتيل إذن. الرقم ستة ماركت، يعني البقالية، رقم ستة يعني هنا. الرقم سبعة ألوش فريش مركزي، مركز التسوق، يعني ناردة، مركز التسوق بوردة. الرقم ثمانية كافيه، المقهى، أين هو؟ ثمانية، ثمانية، نعم هنا. الرقم تسعة هستانة، المشفى، أين المشفى؟ هذه هي المشفى، كبيرة. بيكي، أونونجو نمرة، أونونجو، أونونجو يير، المكان العاشر، كبرو، عشرة، أين العشرة؟ أون، رقم نيردة، إيفيت بوردا بير، كبرو واردر. بيكي، أون بير، نهير، الحادي عشر، نهير، أين الحادي عشر؟ بوردا، يعني هذا اللون الأزرق إذن هو نهر. بيكي، أونيكي، الثاني عشر، كافيه، مقهى. الصورة الثانية عشر، ناردة، أونيكي، أين هي؟ هذه هي. ها، عندنا كافيه، نهرين كنارن دبير كافيه واردر، عندنا مقهى على شاطئ النهري. بيكي، أون أتشنجو، سبور صالونو، سبور صالونو ناردة، أون أتش، هنا مركز الرياضة أو صالون الرياضي. بيكي، أوندورت أوتو بارك، مكان رصف السيارات، أوندورت، مرفأ السيارات نقول. بيكي بوردا. O zaman şimdi sorulara cevap vermeden önce قبل أن نعطي جوابا للأسئلة bu kelimeleri bilmek gerekir. يجب أن نعرف معاني هذه الكلمات. بيكي، ilk kelime هكذا نؤشر. Arasında، أرى مسافة بين شيئين، أرى. س يعني مسافته، دا في المسافة، يعني في المسافة بين شيئين، يعني بين. أرى سندا يعني بين شيئين، أرى مزدا بيننا، أرى س بينهما يعني هم، لكن عندما نتحدث عن أنفسنا أرى مز، أرى نز مثلا، إذا أتحدث عنكم أقول أرى نزدا، أرى نزدا نيفر، ماذا يوجد بينكم؟ على ماذا تتفقان؟ أرى مزدا كالسن، لتبقى بيننا يعني ليبقى سرا. أرسن دا بينهم يعني كذا كذا، أرسن دا بين شيئين، بين البيت والصيدلية وهكذا. إتش داخل، إتشي داخله، إتشن دا في داخله، إذن إتشن دا في داخله. أستن دا أست فوق، أستو فوقه، أستن دا في فوقه يعني فوقه. يان طرف، يانو طرفه، له ينند في طرفه. كارش مقابل، كارشس مقابله، كارشسند في مقابله، كارشسند. أركا ظهر أو خلف، أركس خلفه، أركسند في خلفه يعني خلفه. كنار، كنار كلمة عربية، طرف الشيء كناره. أ كنار طرفه، كنارند يعني على أطرافه أو على طرفه أو هكذا. بيكي، şimdi cevap vermeye başlarız. Bufe, el bufe aynı tujad? Parkın. طيب, el bufe aynı mahalluha min el park? Evvela ننظر el bufe kam rakamuha? El bufe 2 ve el park 1. 1 ve 2. Bufe 1, aleyse kada bufe 2. İzen nakul bufe parkın mukabilha, aleyse kadalik? Hal hada yu'ad şari'? İza kulna yu'ad şari' fe nakul mukabilha. İzen bufe باركن كارشسندا، إذا نكتب كارشسندا، أين كارشسندا؟ لحظة ننظر إليها مرة أخرى، مقابلها هي، هذا شارع وهذه مقابل هذه، وزمان كارشسندا نكتب مقابلها. بيكي، هيا نكتب بوفي باركن كارشسندا، أين كارشسندا؟ إذا مكتوبة لا نكتبها مرة أخرى، كارشسندا هذه هي. نوصل توصيل، ما رأيكم؟ هكذا. بيكي، İkinci, lale sokak okul ile kafenin. İzen, şari lale sokak.
على المدرسة مع المقهى وراءهم خلفهم أمامهم. أولا سنرى لالي سوكاك، من هنا نرى أسماء الشوارع. لالي سوكاك أين هو؟ يعني ابحثوا لنبحث معا. لالي سوكاك، هذا لالي سوكاك. إذا لالي سوكاك أين يقع من أكل وكافي؟ الأكل كم رقمها؟ ننظر هنا، الأكل 3، الكافي أين؟ كافي 8، 3 و8. هل يوجد كافي أخرى؟ لا يوجد. ها يوجد 12. الآن 3 و8، نعم بين 3 و8. إذن لالي سوكاك بين هذين المبنيين، إذن نقول بينهما، يعني أرسندا بين 3 و8. أولا نمسح الإشارات، نعم بين 3 و8 كما نرى لالي سوكاك، إذن أرسندا. لالي سوكاك أكل وكافي نين، عفوا نحن مسحنا بدل، نعم أكل وكافي نين أرسندا. أرسندا هذه هي، إذن هذه نأخذها هكذا ونحضرها إلى هنا. Peki, üçüncü cümle. Alışveriş merkezi, merkez tasavvuk otelin, alal otel, yani ayna yaka merkez tasavvuk benisbel otel, otelin karşısında mukabil otel, arkasında halfahu emmada. Alışveriş merkezi ve otel, yecib annanzur ila alışveriş merkezi ve otel. Alışveriş merkezi 7, otel kem rakamuhu? Otel, 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 5, 7 ve 5. İzhan nanzur ila rakam 7 ve 5. أوتيل 5، ألوشويش مركزي 7، 5 و7. أين 5 وأين 7؟ هذه 5 وهذه 7. إذن خلفه، أليس كذلك؟ يعني هذا على شارع هذا وهذا على الشارع هذا، إذن خلف بعض. أركسندا نقول، إذن نقول ألوشويش أوتيلين أركسندا، خلفه. بيكي بونو بورايا يزرز. بيكي بانكا أوتيلين، البنك شو بيقرب الأوتيل؟ أين يقع من الأوتيل؟ الأوتيل 5، نحدد 5 هي المحور الذي نريده. البنك كم رقمه؟ بنك يعني لو مكتوب على الأبنية كان صار أسهل بكثير. بنك 4، 5، هذه 5 وهذه 4، إذن قربه، أليس كذلك؟ يانندا، أين يانندا؟ يانندا. إذن نقول بنك أوتيل يانندا، عفواً هكذا هكذا هكذا، بنكا أوتيلين يانندا. 5 هاستانة بارك كن، أين تقع المشفى من الحديقة؟ المشفى كم رقمها؟ أولاً نمسح. المشفى كم رقمها؟ مشفى هاستانة، أين الهاستانة؟ هذه الهاستانة 9، الرقم 9 المشفى، الرقم 9 أين الرقم 9؟ 8 3 6 9، هذه هي المشفى. أين تقع من ماذا؟ هستانة بارك. البارك كم رقمها؟ بارك 1، هذه الرقم 1، 9 إلى 1، والله بعيد عنها. ماذا نقول؟ نعم لكن الحديقة تمتد إلى هنا، أليس كذلك؟ إذن هي كارشسندا، 9 الهستانة، إذن هستانة بارك كارشسندا مقابلها. كارشسندا هل استخدمناها؟ كارشسنتا استخدمناها، بوفي بارك عندنا، ليس عندها كارشسنتا أخرى. أستندا عندنا فوقها، هل تعد فوقها؟ الواحد هو البارك، باركن ألتندا تحتها هنا وليست فوقها. طيب نتركها إلى النهاية. كبرو نهرين، الكبرو فوق النهر أكيد، هذا النهر، هذا النهر وهذا الكبرو، إذن كبرو نهرين أستندا، هذه سهلة جدا. كبرو نهرين أستندا، نعم أستندا نأخذها هكذا هكذا. نحن بقيت عندنا هذه لم نكتبها. كافي نهرين أيضا، المقهى كما رأينا، المقهى هنا والنهر، هذا المقهى، المقهى على شاطئ النهر كنارندا. أونيكي، إذن أونيكي نكتب لها كنارندا. كافي نهرين كنارندا، أين كنارندا؟ كنارندا. إذا بقيت عندنا إتشندا داخل، هل الهستانة داخل المشفى؟ داخل هستانة دوكوز، هستانة دوكوز هنا الدوكوز، هذه ليست داخل الحديقة،
إذن داخل حقيقة هي رقم اثنان. رقم اثنان ماذا كان اسمه؟ بوفيه. إذن بوفيه أين البوفيه؟ بوفيه باركن إيشين ده، نقول هنا إيشين ده، نأخذها إلى هنا ونحذف هذه. كارشسن ده نضعها للهستانة. إذن الهستانة مقابل الحديقة كارشسن ده. نعم الهستانة باركن كارشسن ده، الهستانة مقابل الحديقة، أما البوفيه فهي داخل الحديقة. يعني إذا الخريطة هذه هي، إذا نظرنا إلى الحديقة هي كل النقطة الخضراء، فالبوفيه هي بالنص إتشندا نقول داخلها. وهكذا نكون قد قمنا بحل هذا التمرين. الآن نبدأ بقراءة نص القراءة. التمرين هو مجرد تسلية وتمهيد لنص القراءة، لأن نص القراءة فيه أسماء مناطق كثيرة وهكذا. بيكي باش يضم بنيم مهلم منطقتي محلتي حارتي حيي. نبدأ. حينا حيي. مرحبا بن ملك. مرحبا أنا ملك. بورس بنيم مهلم. بورس بنيم مهلم هنا منطقتي. هذا حينا أو هكذا. En büyük hobilerimden biri hafta sonu hafta sonları mahallenin içinde vakit geçirmek. En büyük hobilerimden biri. Onlardan biri. Ahaduhuma. En büyük hobilerim. Ekber hivayati. Hobilerimden biri. Min ahadi ekberi hivayati. En büyük hobilerimden biri. ما هي أحد أكبر هواياتها؟ هفت صن لر عطل نهاية الأسبوع. ماذا أفعل في عطل نهاية الأسبوع؟ مهلنين إتشندا وكت جيتشيرمك. مهلنين إتشندا داخل الحي. وكت جيتشيرمك أن أقضي الوقت داخل الحي. ماذا تفعلين داخل الحي يا ملك؟ ملك ديوركي. إيفيم أولوس جادة سندا. إيفيم في جادة أولوس، يعني في جادة الأمة. إيفيم أولوس جادة سندا. Her sabah evden çıkıyorum. Her sabah evden çıkıyorum. Fi kul sabah akhruj min el beyt. Her sabah kul sabah evden çıkıyorum, akhruj min el beyt. Ve Atatürk Caddesi'ndeki parka gidiyorum. Ve gidiyorum ve ezheb. Nereye gidiyorum? Parka ila el hadikati. Hangi parka? İla ayeti hadika? Atatürk Caddesi'ndeki parka. İzen ve ezhebu ila el hadikati allati fi جادتي أتاتورك. أتاتورك جادسي جادة أتاتورك. أتاتورك جادسين دا في جادة أتاتورك. كي التي التي في جادة أتاتورك. إذن وأذهب إلى الحديقة الموجودة في جادة أتاتورك. سونكي جملة. الجملة التالية. بورس çok güzel bir yer. بورس çok güzel bir yer. هذا المكان مكان فائق الجمال. Her yerde ağaçlar ve yürüyüş yerleri var. Her yerde var. Her yerde var. Fi kulli mekanin yujad. Fi kulli mekanin maza yujad? Her yerde ne var? Maza yujad fi kulli mekan? Ağaçlar, eşcar ve yürüyüş yerleri. Ve amakin el seyr alel akdam. Ağaç. Her yerde ağaçlar ve yürüyüş yerleri var. Fi kulli mekanin tujadu eşcarun ve amakinun lis seyr alel akdam. Yani ve memarratun lil mushati. Yürüyüş, memarru mushat. Evet. Her yerde ağaçlar ve yürüyüş yerleri var. Burası nam. Burası her sabah çok kalabalık oluyor. Burası her sabah çok kalabalık oluyor. Hevel mekan burası. Fi kulli sabahin her sabah çok kalabalık oluyor. Yakunu muzdahimen cidden. Birçok insan sabahları burada spor yapıyor. Birçok insan. Kefiron minennas. Birçok insan. İnsan. Sabahları في الصباح يعني في صباحاتهم أو هكذا بوردا سبور يابيور. كثير من الناس يمارسون رياضتهم في الصباح هنا. بيرتشوك إنسان صباح لار بوردا سبور يابيور. çocuklar top oynuyor. çocuklar top oynuyor. الأطفال top oynuyor يلعبون الكرة. salıncak da sallanıyor. sallanıyor يتأرجحون. salıncak أرجوحة. صلنجك تا في الأرجوحة. يتأرجحون في الأرجوحة. صلنجك تا صلنيور. بوردا يكلاشك بير ساعت يريوش يابيورم. بوردا يكلاشك بير ساعت يريوش يابيورم. بوردا في هذا المكان أو هنا. يكلاشك تقريبا بير ساعت يريوش يابيورم. أقوم بالتجوال
لساعة كاملة يقلشك تقريبا. إذا برد يقلشك بير ساعات تقريبا ساعة كاملة. يروش يابيورم أقوم بالسير على الأقدام. Sonraki cümle, cümle التالية. Yürüyüşten sonra parkın içinden geçiyorum. İzen, yürüyüşten sonra. Ve min ba'di seyri ala l-akdami. Ve min ba'di seyir. Riyadati l-hervela nekul av seyir. Parkın içinden geçiyorum. Amurru min dahili el-hadika. Ve Mevlana Caddesi'ndeki kafede kahvaltı yapıyorum. Ve kahvaltı yapıyorum. Ve akumu bitenavulil fatur, kahvaltı yapıyorum. Ama nerede? Lakin ayn Mevlana Caddesi'ndeki kafede. Fil makhal mevcud fi, av fil makhal lezi fi caddeti Mevlana. Mevlana Caddesi Mevlana, caddetu Mevlana Caddesi'ndeki ki elleti. Elleti fi caddeti Mevlana kafede. Fil makhal lezi fi caddeti Mevlana. İzen ve Mevlana Caddesi'ndeki kafede kahvaltı yapıyorum. Kafenin sahibi Ali Bey. Kafenin sahibi Ali Bey. Sahibul makha Seyyid Ali. Onun kafesi senelerdir burada. Onun kafesi makhahu senelerdir burada. Lehu senavatun huna. يعني هو موجود هنا منذ سنوات طويلة. محلدة باشكا بيرتشوك كافيه وار. محلدة في المنطقة باشكا بيرتشوك كافيه وار. وار هناك مقاهي كثيرة في المنطقة. بيكي أما أنونكي فارقلو. أما أنونكي فارقلو. لكن الذي له مختلفة. يعني لكن مقهاه مختلف. Burada yemekler çok lezzetli ve burası rahat bir mekan. İzen, buradaki yemekler, el-me'kulat, elleti huna, elleti fi huna. Buradaki, elleti huna yani. Vel-me'kulatu huna nakul bil arabiyya. Buradaki yemekler çok lezzetli, lezizetun cidden ve burası rahat bir mekan. Ve hâzâ mekan, mekan, murih, rahat. İzen, ve burası rahat bir mekan. İnsanlar çok güler yüzlü. İnsanlar çok güler yüzlü. Ennas beşuşuna cidden. İzen insanlar ennas güler yüzlü ashab vücuh mutebessime. Yani beşuşin av beşuşun. Peki burada güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra Ulus Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gidiyorum. İzen burada av ben burada ana huna güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra ba'da tenavuli fatûrin cemilin güzel bir kahvaltı fatûr cemil yaptıktan sonra ba'da amelihi yani ba'da tenavulihi Ulus Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gidiyorum. Gidiyorum. Ezhebu. Nereye gidiyorum? Ulus Caddesi'ndeki alışveriş merkezine. Ezhebu ile merkezi tesavvuk. Alışveriş merkezine ki ellezi Ulus Caddesi'nde fi caddeti الوطن أو هكذا في جادة أولوس اسم الجادة أولوس جادسي إذن أولوس جادسيندكي ألش وريش مركزنا جديورم أذهب إلى مركز التسوق الموجود في جادة أولوس ألش وريش مركزنين إچندا مازالار و سينمالار وار داخل مرك داخل داخل مركز التسوق توجد متاجر و مراكز سينما Alışveriş merkezinin içinde, fi dâhili merkezi tesavvuk, mağazalar, metacir ve sinemalar, merakez sinema var yücad. Peki, ben boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Ben boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Ana akdî vakti vakta ferâgî huna. Ben ana boş zamanlarımı avukat ferâgî burada geçiriyorum akdîha huna. İzen ana akdî avukata ferâgî huna. Sonraki cümle. Alışveriş yapıyorum ve sinemaya gidiyorum. Aleyhisselam kadarıyla gidiyorum. Naam. Alışveriş yapıyorum. Akumu bittesavuk. Ve ezhebu ile sinema açu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Gafirallahu lana ve lekum. Evet. Alışveriş yapıyorum ve sinemaya gidiyorum. Akumu bittesavuk. Ve ezhebu ile sinema. Ben evimin yakınında
Afwan, benim evimin yakınında bir nehir var. Benim evimin yakınında. Fi kurbi beyti, kurbi beyti. Benim evimin yakınında. Ne var? Bir nehir var. Hunaka nehrun. Hadihi leset fi İstanbul galiben. Genellikle işten çıktıktan sonra nehrin kenarındaki kafelere gidiyorum. Genellikle gidiyorum. Bir şeklin amin ezhebu. Nereye ne zaman? Mete tezhebine ve ila ina. Genellikle işten çıktıktan sonra, işten çıktıktan sonra, ba'del hurucu minel ameli, çıktıktan sonra ba'del hurucu işten minel ameli, nehrin kenarındaki kafelere, ilel makahi kafelere, nehrin kenarındaki, elleti ala şatı'in nehri. Gidiyorum. İzen, ezhebu ilel makahi el mevcuda ala şatı'in nehri. Ve mezhe tefaline? Ya melek, melek ne yapıyorsun orada? Çay içiyorum. Ve buradaki manzarayı izliyorum. Eşrabu şayi ve etemmelu el manzara huna. Çay içiyorum. Eşrabu şayi. Ve buradaki manzara. El manzara el mevcud huna. El meşhed. El itlale. Buradaki manzarayı izliyorum. Yı, ı huna mef'ul bihi. İzen ve etemmelu ve uşahidu el itlalete huna. Burada çok dinleniyorum. أليس كذلك؟ برادة شوك دين لن يورم أرتاح كثيرا هنا برادة هنا شوك دين لن يورم دين لي يورم أستمع دين لن يورم أرتاح أرتاح كثيرا هنا مهلم ده هر شيء بولمك ممكن مهلم ده مهلم ده في منطقتي هر شيء بولمك ممكن من الممكن أن نجد كل شيء أو إيجاد كل شيء ممكن يعني الوصول إلى كل شيء ممكن مهلم ده في حينا في حيي هر شيء بولمك الوجوء إيجاد كل شيء يعني الوصول إلى كل شيء ممكن بكي evimin karşısında bir spor salonu onun biraz ilerisinde bankalar arka sokağımda hastane market var burada yaşamak güzel الحياة هنا جميلة burada yaşamak güzel الجملة السابقة لم نترجمها قلنا evimin karşısında مقابل البيت ne var evimin karşısında bir spor salonu salon riyada onun biraz ilerisinde onun ilerisi onun lehu ilerisi ila al-amam yani فيما بعده يعني بعد قليل يعني بعد مسافه امتار او هكذا onun biraz ilerisinde وبعده biraz وبعده قليلا بنكلر توجد بنوك أركسو كام دا وفي الشارع الخلفي وفي شارعنا الخلفي أركسو كام وفي شارعي الخلفي يعني نحن نقول في شارعنا الخلفي هستانة مشفى ماركت بقالية وار توجد مشفى وبقالية إذن مقابل بيتي هناك مركز رياضة صالون رياضة وبعد مسافة قريبة توجد أيضا بنوك وفي الشارع الذي خلفنا توجد بقالية ومشفى الحياة هنا جميلة جدا بردا يشمك جزال انتهى النص هل نحتاج إلى إعادتي بالعربية؟ أظن لا نحتاج حرصا على وقتكم نعيده بالتركية فحسب إذن أول شيء نمسح الخطوط الحمر وثاني شيء نقرأ ونحن نؤشر نكبر الخط هكذا في البداية حتى تكون القراءة أسهل نعم ونختار المؤشر ونبدأ بنم مهلم Merhaba, ben Melek. Burası benim mahallem. En büyük hobilerimden biri hafta sonları mahallenin içinde vakit geçirmek. Evim Ulus Caddesi'nde. Her sabah evden çıkıyorum ve Atatürk Caddesi'ndeki parka gidiyorum. Burası çok güzel bir yer. Her yerde ağaçlar ve yürüyüş yerleri var. Burası her sabah çok kalabalık oluyor. Birçok insan sabahları burada spor yapıyor. Çocuklar top oynuyor. Salıncakta sallanıyor. Burada yaklaşık bir saat yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşten sonra parkın içinden geçiyorum ve Mevlana Caddesi'ndeki kafede kahvaltı yapıyorum. Kafenin sahibi Ali Bey. Onun kafesi senelerdir burada. Mahallede başka birçok kafe var ama onunki farklı.
Buradaki yemekler çok lezzetli ve burası rahat bir mekan. İnsanlar çok güler yüzlü. Ben burada güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra Ulus Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gidiyorum. Alışveriş merkezinin içinde mağazalar ve sinemalar var. Sinemalar var. Ben boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Alışveriş yapıyorum ve sinemaya gidiyorum. Evet. Ve sinemaya gidiyorum. Benim evimin yakınında bir nehir var. Genellikle işten çıktıktan sonra nehrin kenarındaki kafelere gidiyorum. Çay içiyorum ve buradaki manzarayı izliyorum. Burada çok dinleniyorum. Mahallemde her şeyi bulmak mümkün. Evimin karşısında bir spor salonu, onun biraz ilerisinde bankalar, arka sokağımda hastane, market var. Burada yaşamak çok güzel. Bitti. İntihar. Şimdi sorulara cevap verelim. Diyor ki, doğru ise de, yanlış ise ye yazalım. İza sah nektub de, iza hata nektub ye. Melek mahallesinden memnun. Melek memnun. Melek mumtennetun mahallesinden min haratiha, min hayyiha. İzen melek mumtennetun li hayyiha. Ou mumtennetun min hayyiha. Doğru mu? Bence çok doğru. O zaman D yazabilirim. 2. Atatürk Caddesi'ndeki kafenin yanında nehir var. Hunaka nehrun kurba makha el mevcut fi Caddesi Atatürk. Doğru mu yanlış mı? Hatırlamıyorum ben. Ama sanmıyorum. Nehir ayna? Nehir kurba el beyt, leysa kurba Caddesi Atatürk. Leysa kezalik? Yani hadha sual cevabuhu yahtaj ila istintaji. أين يقع البيت في الأصل؟ بنيم بورس بنيم محلم أم بيوك بولاس. طيب لحظة. إذن تقول إيفيم أولوس جادة سيندا. بيتي في جادة أولوس. أما النهر قرب البيت. أليس كذلك؟ إيفيمين يقنن دبير نهير فار. يوجد نهر قرب البيت. وعلى النهر يوجد مقاهي. إذن السؤال يقول أتسوق جادة سيندا كي كافينين ينندا نهير فار. هل هذا صحيح؟ قرب المقهى الموجود في جادة أتاتورك يوجد نهر. لا ليس صحيح، لأن هناك هي تذهب إلى مقهين، مقهى العم ما بعرف شو اسمه، لا أدري ماذا اسمه، تذهب تتناول الفطور هناك بعد الرياضة، وبعد العودة من العمل تذهب إلى مقهى آخر، مقاهي أخرى على شاطئ النهر. وزمان يانش خطأ، لأن النهر المقهى الذي على جانب النهر هو مقهى آخر وليس المقهى الموجود في جادة أتاتورك. Üçüncü cümle. Melek alışveriş merkezine gittikten sonra kafeye gidiyor. Melek بعد أن تذهب إلى مركز التسوق alışveriş merkezine gittikten sonra kafeye gidiyor. Doğru mu? Em yanlış. Alışveriş نعم. İşten çıktıktan sonra. هي بعد الذهاب إلى مركز التسوق تذهب إلى المقهى أم بعد الخروج من العمل؟ بعد الخروج من العمل. İşten çıktıktan sonra nehrin kenarındaki kafelere gidiyorum. O zaman yanlış. خطأ. ليس بعد التسوق يذهب إلى المقهى بل بعد العمل. يانلش. Peki. Mağazalar مولانا caddesinde. المتاجر موجودة في جادة مولانا. Doğru mu yanlış mı? Bence yanlış. Mağazalar alışveriş merkezinde. هكذا أتذكر. مولانا caddesinde. نعم. بيتها في أولوس caddesinde. مولانا caddesinde ne var? ماذا يوجد في مولانا caddesinde? يعني يجب أن ننظر أولا إلى مولانا جدسة. نعم هذه مولانا جدسة. ماذا يوجد فيها؟ فيها كافيه فقط. هكذا. هل قالت أنه يوجد فيها مازلر؟ لم تقل. أزمان يانلش. أزمان نعم مازلر مولانا جدسين ده ديل. بيكي. بيش سبور صالونو ملاكين إفينا يكن. يعني عندما نقرأ نقول ملايين إفينا يكن، يعني نسهل، وإن كنا نكتبها ملاك لأنها اسم خاص، الاسم لا نغير أحرفه. إذن ملايين إفينين إفينا يكن قريب من بيت ملك. بالخطاب يعني نخفف الكاء، لكن في الكتابة نكتبها كما هي. إذن دورمو إفيت دورو سبورسالنو إفين كارشسندا. هنا ماذا قال؟ إفينا يكن مقابل البيت، يعني قريب إلى البيت. وزمان دورو ملك
ألي بين كافيسيني بينيور. ملك تحب أو معجبة بمقهى علي بي. نعم قالت بورس راحت بير مكان مكان مريح بوردكي مكلات شوك لذت لي الأكل هنا لذيذ جدا قالت نعم سنلاردر يعني قالت أنها سنلاردر بوردا المقهى سنلاردر يعني ما اسمه ألي بين كافيسي سنلاردر بوردا لها سنوات في هذا المكان بيكي سون سورو سيزن مهلنز نصل الله طلب كيف هي منطقتكم حيكم تحدثوا عن هذا أيضا نفس درس القراءة كما تحدثت ملك نستطيع أن نكتب مرابا بني مأدم نكتب بدل الملك اسمنا ثم نكتب نفس ببورس بني مهلم أم بيكو بلاريم قد لا نكتبها مثلا نقول إيفيم ولوس جادة سندا نحن نكتب مثلا إيفيم كذا جادة سندا بنيم إيفيمين يانمدا بير أونيفرسيتا واردر إيفيمين كارشسندا بير كتبهانة واردر وهكذا نكتب ما نشاء إيفيمين أطرافندا 3 أونيفرسيتا واردر بن إسطنبولون أن جوزال يريندا أوتوريور مثلا وكل واحد يتكلم عن حيه المهم نقلد ملك ونكتب مثلها عن حينا نحن وهكذا نكون قد أنهينا الدرس وحللنا أسئلته وحللنا التمرين البداية الذي يمهد لفهم الدرس أتمنى لكم دوام التوفيق كان دينيزا تشوكي بكن الله إمانة لن صالق تكلن و görüşmek üzere